أهلا بكم مشاهدي ايتاك عبر قناة الحرة. من جديد نلتقي بكم من هنا من استوديوهات الحرة بمدينة دبي للإعلام. هذه الحلقات الخاصة من ايتاك من استوديوهاتنا بدبي، مواضيع جديدة وضيوف جدد كالعادة. نتواصل دائما عبر بريدنا الإلكتروني ايتاك@الحرة.com. يمكن مشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى في أي وقت على موقع القناة www.الحرة.com وأيضا على موقع youtube.com/الحرة. للمشاهدة أيضا ولتتبع آخر أخبار البرنامج ايتك شو على فيسبوك وتويتر. أضيف الأول لهذا اللقاء جوني كارم، المدير الإقليمي لسمنتك الشرق الأوسط وأفريقيا. أهلا وسهلا جوني. أهلا فيك، كيف الأحوال؟ الحمد لله تفيد، بسعدنا وجودك معنا ودائما تشرفنا نستفيد من خبراتكم بسمنتك ومن المعلومات اللي بتعطينا إياها. Thank you. هيدا فضل لنا، وهيدي يمكن مش أول سنة نحن وياكم على طول على تواصل ونخبركم على آخر شيء عم نعمله. So thank you على الفرصة. أهلا وسهلا من جديد. سامنتك اسم كبير بعالم السيكوريتي أو الأمن لشبكة الإنترنت ومع الشركات الكبرى. السنة ب 2000 نهاية 2009-2010 سامنتك حاملة أشياء جديدة، اشتركتوا بجاتكس مؤخرا ونحن عم منسجل حلقات إلى جانب فعالية جاتكس، ولكن تغطية انتهت لجاتكس أكيد، لكن أنتوا بجاتكس سنة شو قدمتوا؟ شو كان حضوركم؟ شو ميزوا؟ اللي عملناه بجاتكس هيدي السنة أنه زدنا حضورنا، سو السايز تبعنا أما الحجم تبع الريبرزنتيشن كبرت، صار الستاند عنا أكتر أكبر عنفات، واللي صار أنه عملنا أطلقنا كذا برودكت خلال جايتكس وعملنا اجتماعات كتير كبيرة مع عملائنا وزبوناتنا. سو جايتكس أول نقول كان كتير كتير منيح بالنسبة لنا هذه السنة. كبرتوا حضوركم بعكس غيركم، يمكن مع الأزمة الاقتصادية الناس عم تزم، أنتوا كبرتوا الحضور، ما أثرت عليكم الأزمة؟ سؤال محله. اليوم نحن اللي عم نشوفه أنه أنت موجود بهيدي المنطقة ونحن هيك متطلع فيها كسيمانتك، مش موجودين على سنة وسنتين. نحن استثمارنا كبير بهيدي المنطقة وعم نطلع كرمال الفيوتشر. سو اللي عملناه نحن فكرنا انه بالعكس خلال هيدا الوقت لازم نحن نفرجي قديش الكوميتمنت تبعنا موجود لهيدي المنطقة. مشان هيك اوكي الاقتصاد العالمي عم يصير فيه اللي عم بيصير، بس نحن اليوم وجودنا بالمنطقة كتير مهم. مشان هيك قررنا نكون موجودين لنقدر نساعد الكاستمرز اما العملاء تبعولنا يقدروا يقطعوا through هالمرحلة الصعبة من خلال السوفتوير تبعنا. انتو أثرتوا بالأزمة أم لم تتأثر؟ ما حدا مخبى منا هذه الأزمة اليوم، بس نحن اليوم بلا ما فوت معك تفاصيل تقنية، السوفتوير الموجود عنا خاصة للارج كاستمرز الانتربرايز كاستمرز ممكن يساعد هول الكاستمرز يوفروا المصروف تبعهم جوات الديتا سنتر. أعطيك مثل سريع جبتك جدا ذكي، عم بسأل عنكم أنتو كشركة. كشركة نحن ليش نحن اليوم قادرين نكمل؟ ليش تأثرتوا؟ ليش ما تأثرنا قصدك؟ إذا بتعطون برودكت بيساعدهم كتير لفترة طويلة ما بعد يرجعوا لكم؟ لا بالعكس بيرجعونا لأن نحن منساعدهم. يعني لأعطيك مثل، إذا بتاخد حالة ديتا سنتر في عنده مثلا ستورج أما مطرح ما بينحطوا الفايلز تبعولهم، اليوم نحن كسيمانتك قادرين نشتغل مع الكاستمر كرميل نخفف اليوتيلايزيشن أما الاستعمال تبع هيدا ستورج. وإذا بتطلع ستورج أكيد سعره أكتر بكتير من السوفتوير لأنه هو هاردوير. نعم. هيدا، فإذا أنا قادر اليوم أعطي الكاستمر سوفتوير يقدر يخفف من استعمال ستورج تبع الكاستمر، وفرت عليه يروح يشتري ستورج من أول وجديد. مشان هيك اليوم الكاستمرز عم بيسمعوا لنا ومستعدين يعملوا انفستمنت معنا، لأنه in the big picture أما بصورة الكبيرة عم نقدر نساعدهم يخففوا مصروفهم الكامل. ممتاز، بس تأثرتوا ولا ما تأثرتوا؟ قلت لك ما تأثرنا مشان هيدا السبب. الحمد لله ان شاء الله. طيب بوضع السيكوريتي او الامن الالكتروني بالعالم، شو الترند، شو الجديد، كيف تنظر سمنتك لهذا الموضوع؟ بتعرف كأكبر شركة أمن بالعالم اليوم نحن في عنا visibility أما قادرين نشوف الأمور عم بتصير، لأنه عنا sensors موجودين around the world in the millions عم نحكي عنا. واللي عم نلاحظه أكتر وأكتر أنه اليوم صار الأمن organized crime أما جريمة منظمة كرمال يقدروا يطلعوا مصاري منها. so الـ purpose تبعها أما السبب تبعها هو يطلعوا فلوس منها. بقى هاي شغلة كتير مهم نحكي عنها، يعني بطلت مثل قبل أنه ناس بيعملوا هاكينج بس كرمال الفيم أما يفرجوا قديش هني جود تكنيكي. لا صارت كتير منظمة يفادي مادية واقتصاد underground نسميه، يعني موجود وحاضر وفلوريشنج بالعكس عم بيطلع اليوم هذا الاقتصاد. سيمانتك أطلقت خلال جايتكس ريبورت، يعني اللي عم نفرجيه بهذا الريبورت شيء مخيف. أعطيك couple of points عن أمثال عن اللي شفناهن. اليوم في شيء اسمه روج سوفتوير أما they call it scareware.
شو هو؟ بترجع انت اليوم بدك تحمي الكمبيوتر تبعك while you're browsing، بتشوف ويب سايت عم بيعمل advertising لانتي فايروس سوفت وير، it's looking very legitimate، حاطين لك البوكس وحاطين لك مبين جدا شرعي، شرعي جدا يعني مبين الويب سايت، وانت بتفكر انه عم تعمل منيح خليني احمي حالي، بتشتري هيدا السوفت وير وبتنزله، بس هيدا السوفت وير هو فيروس بحد ذاته. سو وعم بيستفيدوا منك على ميلتين، اول شغله عم تدفع لهم لتنزله، فكر حالك انك محمي، وتاني شغله اللي كثير مهمه انه انت اعطيتهم اكسس اما وصول على الكمبيوتر تبعك كرمال يقدروا ياخذوا المعلومات الخاصه تبعك، ان كانت الكريدت كارد، ان كانت حسابك البنكي، وهيدي امور بيتاجروا فيها على الانترنت اللي عم نشوفها، والارقام شيء مخيف يعني. بس يعني هيدي اخر سرعه من سرعات ال بالضبط، وهيدا الريبورت هلا طلعني اليوم. والشغله كمان المخيفه هي الفلوس اللي عم ينحكى عنها، يعني بس لاعطيك مثل اكوردنج للمينستري اوف ايكونومي هون بالامارات، وزاره الاقتصاد، وزاره الاقتصاد، المدخول تبع الهاوسهولد اما تبع البيت المعدل الامارات هو 18500 درهم ماشي. نعم. من هالنوع اليوم الهاكر اللي فايتين بالسكير وير سكام عم بيعملوا 18 مره المدخول، المعدل المدخول تبع الامارات هون 18000. بعطيك اياها بالدولار، تقريبا مدخوله 23000 دولار بالاسبوع الواحد. سو سيريس بزنس عم نحكي، يعني ما عم نحكي شغلي شيء جدي جدا، كثير جدي جدا. اذا هون عندنا مسج نوصله للمشاهدين انه اليوم في شيء اسمه راك سوفت وير او سوفت وير غلط او شرير لنعتبره من اللي بنلاقيه على شبكه الانترنت. مظبوط. طيب محاربته هيدا انتم فيكن عليه ولا ما فيكن عليه؟ اوكي، سؤال محله. اول شغله قبل ما نحن نحكي شو رح نعمل عنه، الاند يوزر اما المستهلك، لا المستهلك لازم ينتبه انه ما يشتري حيالله سوفت وير، يعني ما يروح على حيالله ويب سايت ويشتري حيالله سوفت وير، يروح على الاسماء المعروفه، لازم يروح على الاسماء المعروفه. هيدي اول شغله. نقول بس نورتن يعني. لا اكيد ما رح نقول بس نورتن، بس نحن اليوم اللي عم نعمل نقدر نحارب هذه الشغله، بدنا نامن الحمايه. وشغله من الشغلات اللي اطلقناها كمان هلا مؤخرا هو نورتن 2010 اللي هو اللي موجود معكم اخر اديشن. بالضبط، خبرنا عنه. نورتن 2010 ريفولوشنري بالطريقه اللي عم يتصرف فيها، ثوري 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 ثوري، ما بدخل مشاكل فيه. نورتن من اهم شغله بنورتن هيدا هو اللي كنا نشوفه قبل يطلع فيروس محدد، وهذا الفيروس لنقدر نكشفه نحن اما غيرنا لازم يضرب كذا ماشين، يعني بالاف الماشينز لننتبه له انه في شيء غلط. نكتب السيجنتشر كرمال نحمي منه، وقتها نكتب السيجنتشر بعدين يصير فينا ما نحمي منه. هلا اللي عم بيصير اليوم عم نشوف اتاكس كثير محدده، يعني ممكن تكون اتاك تجي على مؤسسه صغيره بس لا يقدروا شغله معينه ياخذوها منها. اللي عم بيعملوا اليوم نورتن 2010 عم نستفيد من حجم سيمانتيك، واليوم حجم سيمانتيك بالنورتن 50 مليون يوزر عم يستعملوا مستخدم. نورتن مستخدم عم يستعملوا نورتن بعد اليوم. لازم نشاهد. اوكي رح شاهد لك فيها هيدي شو. هيدي شو هيدي كمان بس لنعلن انه كل 3 ثواني هويه عم تنسرق هويه معي، عم تنسرق هويه. بس لا لك كيف بيشتغل اليوم. اذا انت اجى اتاك عليك بيهيفير بيز، وبنطلع على الفايل بنشوف اذا فايل واحد اجى لعندك بنشوف بنقول لك تو في انتبه، هذا الفايل انخلق من ساعتين ما حدا عم يستعمله بالعالم، اتس هاي ريسك ما تستعمله لهالدرجه. سو على فايل واحد على مستهلك واحد، واللي بنعمله اهم من هيك بنعطي اليرت لل 50 مليون واحد الموجودين. سو الرادار قبل اذا كان 100000 لنبلش نشوفها، هلا صار من فايل واحد فينا نشوفها بهيدي الفيرجن اللي هي بتعرف على طول كيف توصلوا بتبعتوا اليرت اوتوماتيك، انت ما بتشوفه كاند يوزر بس دغري السوفت وير تبعك بياخذ الابديت. سو اليوم صار في كوميونتي موجوده بين 50 مليون مستهلك نورتن. هيدي شغله كومبيتيتيف لنا، كومبيتيتيف ادفانتج لان ما حدا غيرنا قدر يعملها، ما عم نستعمل الحجم تبعنا كرمال نقدر نأمن حماية ونضل سابقين الهاكر، لأنه عطول عم بفكروا بطريقة كرمال يقدروا يسرقوا لك هويتك. ويلا كان نورتن 2010 صار موجود بالأسواق؟ موجود بالأسواق، وفيك تشتريه through the internet يا أما through the channel موجود على الأرض. إذن المسج الكبير اليوم إنه هالشكل الجديد من القرصنة هي وجود ويب سايت على، لما أنتوا بتحاربوه بهذا الشكل، لكن إذا شخص ما عنده نورتن على الكمبيوتر تبعه
وراح ونزل سوفت وير. هلا ما حدا رح ينزل سوفت وير اذا عنده نورتون بالاساس. اذا ايه اذا عنده نورتون محمي من ما حينزله، يعني انه انا ما رح انغرى بشيء جديد اذا اوريدي عندك. اذا عندي نورتون يعني بالزبط. اذا شخص ما عنده انتي فايروس توعي ما تروح. بس محاربته كيف؟ هل الاستهداف الويب سايتس وين موجود ولا كيف بصير؟ في عندك بشكل عام على الطريقه إيه بس كثير صعب لانه بضلوا يعني بضلوا يزيحوا التارجت تبعهم. يعني اذا انت اليوم الحكومات اذا الحكومه اليوم رح تقدر تركز على ويب سايت تنزله بينقلوا كثير هي بالنسبه لهم ينقلوا لانه بيعملوا هاكينج لويب سايتس بيعملوا هاكينج لسيرفرز وبيقدروا يستعملون بينقلوا من مكان للتاني. جوني كرم الحديث معك ممتع لكن وقت دهمنا المواضيع كثيره. بدي اشكرك المدير الاقليمي لسمنتك شرق الاوسط وافريقيا. الويب سايت تبعكم موجود فيه معلومات كافيه وافيه www.semantic.com للمشاهدين اذا بحبوا يطلعوا اكثر على كل الالرتس كل التوجيهات اللي بتقدموها لاصحاب المنازل للبزنس او للي بيعملوا اونلاين ستورج. شكرا لك جوني كرم. شكرا توفيق. يا هلا. مشاهدينا تابعونا بعد الفاصل لقاء جديد ولايف جديد. نعود إليكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل لمتابعة هذا اللقاء من آي تيك من استوديوهات الحرة في دبي ضمن هذه الحلقات الخاصة. الضيف الآن وليد حسني مدير هندسة النظم في سان مايكرو سيستمز في الشرق الأوسط وأفريقيا وشمال أفريقيا. أهلا وسهلا وليد. أهلا بحضرتك. صح شمال أفريقيا. شمال أفريقيا. شمال أفريقيا. وليد حسني مدير هندسة النظم، ما معنى هندسة النظم في سان مايكرو سيستمز؟ في شركة سان إحنا عندنا في تو تيمز. التيم فريقين. هو فريقين، فريق بتاع السيلز وفي فريق اللي هو بيديزاين سوليوشنز للكاستمرز بتاعنا. ازاي نقدر ان احنا ميك شور ان الكاستمر ساعه لما هيشتري سوليوشن من سان والنيد والادرس البيزنس نيدز بتاعته. فدي اهم حاجه، دي التاسك بتاعت الفريق بتاع هندسه النظم. يعني هدفكم تامنوا حاجات ومتطلبات المستخدم. مين المستخدمين عندكم؟ طبعا احنا سان على مستوى العالم احنا بندرس الشركات الكبيره جدا اللي هو شركات التليكومينيكيشن البانكينج سيكتورز الحكومات والمستخدمين النهائيين. نحن اليوم حنتكلم بعده مواضيع ان شاء الله يسعفنا الوقت. بنبتدي مع الاوبن سورس سيستمز او الانظمه المفتوحه. تمام. احنا بنعرف السوفت وير اوبن سورس سوفت ويرز، الانظمه المفتوحه شو هي؟ الانظمه المفتوحه صن لو انت بصيت على الهيستوري على التاريخ بتاع صن من اول سنه 82 صن كانت دايما بتتميز بحاجه ان هي التكنولوجي انوفيشن فيها ان هي الاختراعات بتاعتها جديده دايما بتفتحها لكل الناس تستخدمها. فاحنا لو اتكلمنا مثلا من اول 82 ال NFS في البريك ثرو اللي احنا عملناه في الجافا في 96 ان احنا دلوقتي كمان حطينا كل السوفت وير بتاعنا والاوبريتنج سيستم بتاعنا اللي هو اهم اوبريتنج سيستم لاي شركه اللي هو اسمه سورايس برضو كله عملناه كله اوبن سورس. اي حد ممكن يداونلود ويداونلود السورس كود بتاعه ممكن يعمل اي تعديلات فيه ويستخدمه. اللي احنا بنقوله بقى ان احنا بنروح للنكست جينيريشن، اللي احنا بنروح للمستوى تاني اللي احنا ايه. طيب احنا دلوقتي عملنا كل الحاجات دي بتاعتنا اوبن سورس، انت ممكن تعملها النهارده تفتح شركه جديده وتاخد السوفت وير بتاعنا وتعمل برودكت جديد innovation. فانت بالتالي ريت اوف انوفيشن حتى للمستخدم بتاعنا بقى اسرع بكتير جدا من الاول. والاوبن على المدى البعيد المصادر المفتوحه اربح من المغلقه. هو طبعا هو انت لازم تبص لها موضوع الربحيه ده يعني سلاح ذو حدين. في ربحيه للشركه نفسها وفي ربحيه بالنسبه للمستخدم النهائي. طبعا المستخدم النهائي ايه اللي بيهمه فيها؟ ان هو يقدر ان هو ساعه لما يحتاج ان هو ياخد السوفت وير ده يلاقيه. ما فيش اي نوع من الموانع ان هو يستخدم السوفت وير دوت موجود عندنا. مش كده وبس، احنا كمان كشركه احنا بنستفيد. ليه؟ لان احنا دلوقتي لو احنا بصينا عن المبرمجين على مستوى العالم. نعم. لما هم كلهم يكونتريبيوتوا للاوبن سورس تكنولوجيز بتاعتنا طبعا ان احنا ريت اوف انوفيشنز عندنا في البرودكتس بتاعتنا كمان بتزيد. طب ترجع كل الانوفيشنز اللي بيعملوها المطورين بالعالم بترجع بتعرفوا فيها؟ طبعا طبعا كيف؟ طبعا ان هو في اللايسنس بتاعت الاوبن سورس نفسها بتقول حاجه بتنص على حاجه انت بتنص ان الشركه بتاعتك بتدي السوفت وير فور فري وتخليه افيلبل على الانترنت. بس في نفس الوقت ان هي بتقول ساعه لما انت كانديفيدوال او شركه بتعمل اي حاجه انوفيشن جديده لازم هي كمان تكون اوبن سورس. فبالتالي مش انت بتعمل حاجه جديده ذاتس فيري جود بس الكوميونتي كلها هتستفيد منها. بهالطريقه بتعرفوا فيها انتم. طبعا. طيب موضوع كبير كمان لكن ننتقل لشيء ثاني للاوبن ستورج سيستم. ده كان one of the examples اللي احنا نعملها application على الاوبن سورس. اللي احنا عملناه احنا قلنا طيب
كل الناس عندها السيرفرز اللي هي بيزد على انتل وعلى اي ام دي. كل الناس بتعمل, كل الناس عندها الاوبن سورس الاوبريتنج سيستم بتاعنا اللي احنا حطيناه. اللي احنا عملناه ان احنا حطيناهم مع بعض, عملناهم تيونينج وعملناها تيلرنج ان هي تبقى لاستخدام معين. ايه الاستخدام بتاعها دوت؟ كل الناس في الشركات دلوقتي, الشركات الصغيره والكبيره, عندها اللي هي الفايل سيستم والهوم دايركتيز بتاعت اليوزر بتاعتها. فاحنا قلنا طيب خلاص احنا عندنا تو برودكتس دول, الاثنين اوبن سورس, الاثنين افيلبل لاي حد, هنحطهم مع بعض, هنحط فيهم فيتشرز جديده وتبقى افيلبل لكل, وهيبقى اوبن سورس, وهيبقى اوبن سورس. طيب سؤال عن الاوبن سورس بعد مره, اذا المطور, هل ممكن ياتي من المطور لاوبن سورس برودكت اي اذيه او اي شيء سيء للبرودكت لسان؟ لا, هو في سان, هل اذا كان تطوير كان سيء بالزبط. او ما خدم كتير, الا يؤثر على سمعه سان؟ هو بس يعني مثلا لو جينا اتكلمنا مثلا, ناخد مثال عن الجافا. الجافا ما هو اي حد يقدر يعمل انوفيشن ويعمل اختراع جديد بالنسبه للجافا كبروجرامنج لانجويج. لكن بيبقى في هيئه حوكمه موجوده هي بتاخد تعمل تراجع على كل الحاجات الجديده اللي هي اخترعها الناس, وبعدين تعمل لها ايه, تقول خلاص احنا في الفيرجن الجديد من جافا الحاجات دي كلها هتبقى ابروفد ان هي تبقى افيلبل, بس مصدقه منكم يعني بالظبط. لا مش مننا, مش صن بس, ما هو ده خلاص, ده كل الناس. هيئه الحوكمه اللي هي بيبقى فيها صن, بيبقى فيها انديفيدوال كمبيوتر كونتريبيوترز, بيبقى فيها شركات كتير جدا مختلفه, وهذا نحن بنشوف يعني موثوق المصدر طبعا. يعني انت ممكن, انت شخصيا ممكن تبقى شخص عضو في هيئه الحوكمه. كيف؟ بتروح على الويب سايت وبتقدم الكريدنشلز بتاعتك. يعني ساعه لما تقول مثلا انا وليد حسني, انا اشتغلت 20 سنه في الديفلوبمنت, افهم الجزء ده من التكنولوجيا كويس جدا, ساعتها الهيئه نفسها هتبص على الكريدنشلز بتاعتك وتقول طب احنا دوت هيبقى فاليو ادد لينا ككوميتي, فيبتدي يدخلوك معاه. ممتاز. لكن سبارك اكس 86 هو الاوبن سورس ستورج بالظبط. احنا دلوقتي اللي احنا عملناه ان احنا جبنا السيرفرز اللي هي بيز على الانتل والام دي, حطينا عليها الاوبن سورس بتاعتنا وسميناه اوبن ستورج, لان هو كل حاجه فيه اوبن سورس. شو الايدنتيتي مانجمنت سولوشن اي دي ام؟ الايدنتيتي مانجمنت دي لو احنا بصينا في الفتره اللي فاتت, بتلاقي ان انت دايما اي حد في اي شركه بتلاقي ان هو عندك, او انت حتى وانت دلوقتي بتخش تلاقي عندك اكاونت على هوت ميل, اكاونت على جيميل, عندك اكاونت على الاكستشينج بتاعك, بتلاقي ان انت عندك 3 أو 4 أو 5 يوزر نيم وباسورد. صعب جدا بالنسبه لك ان انت تفتكر. بس لنترجم الايدنتيتي مانجمنت سولوشن يعني حلول اداره الايدنتيتي الشخصيه, البيانات الشخصيه الهويه الشخصيه. شكرا شكرا. فهي الفكره كلها ان هي طيب احنا دلوقتي كل البرامج محتاجه ان هي يعني كنوع من الامن ليها ان انت تدخل اليوزر نيم والباسورد بتاعتك, بس احنا كبشر الميموري بتاعتنا والذاكره بتاعتنا نفسها قليله, فتلاقي ان انت عندك 5 أو 6 يوزر نيم و5 أو 6 باسورد, محتاج ان انت كل شويه تغيرهم عشان تامن نفسك ليها. فالايدنت مانجمنت ان احنا بقى نعمل لك اللايف سايكل اوتوميشن بالنسبه للايدنت بتاعتك, ان انت من ساعه ما يوم انت تقول انا حكيت الايدنت مانجمنت دي, طيب الايدنت مانجمنت ده الباسورد نفسها لازم تبقى كام حرف, لازم تبقى صعوبتها قد ايه, الحاجات دي كلها, الباسورد لازم تتغير كل قد ايه. فاحنا بنمانج اللايف سايكل بتاعه الايدنت بتاعتك على الابلكيشنز بتاعتك. دي طبعا حاجه مهمه جدا جدا جدا, لان هذه شغله حديثه من سن, دي شغله حديثه احنا عملناها من اول حوالي من اول 2004 تقريبا. بس الاهم من كده ان دوت دلوقتي بقى فيه قوانين بتحكم الشركات ان هي لازم تبتدي تستخدم الانظمه دي. يعني انا كمستخدم شو بستفيد؟ انه هي الانظمه يعني لما بحطوا لي معايير معايير الباسورد, هيدي هي المانجمنت, معايير الباسورد. والحاجه الثانيه كمان هو ان احنا نقدر ان احنا نتاكد ان انت دايما بتكميت للمعايير, دايما بتستخدم المعايير دي ساعه لما تغير. بس الاهم من كده للشركه بنفسها بتاعتك, الشركه اللي انت شغال فيها. ليه؟ لان انا بقدر ان انا اقول توفيق من حقه ان هو يخش على البرنامج دوت والبرنامج ده والبرنامج ده, لكن مش من حقه مثلا ان يخش مثلا على البيرول. اوكي, فبالتالي ان انا اقدر اقول كل شخص بيبقى ليه حقوق دخول على برامج معينه وامنعه من دخول برامج معينه. في نفس الوقت الثانيه ان كان في دايما مشكله دايما بتقابلنا في الايدنتيتيز, ان انت ساعه لما يجي موظف يستقيل ان هو بعد شهر او شهرين نكتشف ان هو لسه عنده شغال الايميل عنده وشغال عليه. فاحنا لا, احنا بنقول ان احنا في اليوم اللي هو الشخص دوت بينتهي منه استخدامه في الشركه, بيجي يدوس على زرار واحد بس, الزرار ده هيقفل كل الاكونتس بتاعته. في نفس الوقت
كانت من مشاكل بايرد مهمه جدا ان انت بيجي الموظف الجديد، الموظف الجديد تاخد له يوم او يومين او ثلاثه على بال ما نعمل له الايميل والاكسس والحاجات دي كلها. فدلوقتي لا، بتعملها في يوم واحد بس، ان انت تكريت له كل الاكونتس بتاعته على حسب الرول بتاعته جوه الاورجنايزيشن، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. ممتاز. هاي اي دي ام، بما انه احنا عم نصور اثناء جاتكس، مواجهه بجاتكس حضرتك، شو كنتوا عم تعطوا شيء جديد بجاتكس؟ والله جاتكس السنه دي كان التوجه بتاعنا متميز فيه، لان في تكنولوجيز كتير طالعه صار مطلعها السنه دي ومتميزه، زي ما حضرتك قلت مثلا الاوبن ستورج. الاوبن ستورج احنا بنعمل لها ديمونستريشن السنه دي في جاتكس. في حاجات تانية كمان بنعملها، ان احنا بنبتدي بنقدم كمان تكنولوجي انوفيتيف تكنولوجي اللي هي الفلاش. دلوقتي احنا كل الناس عندنا حضرتك طبعا معاك ميموري ستيك. نعم. الميموري ستيك طبعا لو انت بصيت عليه سريع جدا ان انت تحطه في اللابتوب بتاعك تستخدمه كده، وسريع جدا وما بيستخدمش طاقه. الهارد ديسك اللي محطوط عندك في اللابتوب دايما عمال بيلف. نعم. كون ان هو بيلف معناها ان هو اول حاجه ان هو بيستهلك، بيستخدم طاقه، وتاني حاجه بيستخدم طاقه، بعدين اللايف تايم بتاعته بتبقى اقل، قصيره. فاللي احنا بنعمله بس في نفس الوقت هو الهارد ديسك بتاعته الساعه بتاعته كبير عكس الميموري ستيك. اللي احنا بنعمله ان احنا يعني قدمنا التكنولوجي بتاعه الفلاش تكنولوجي، فلاش ميموري، نحطها كمان للسيرفرز، فالابلكيشنز بتاعتك بتستفيد من السرعه بتاعه الفلاش تكنولوجي. فدي حاجه انوفيتيف برضو احنا قدمناها السنه دي للماركت في جايتكس، اللي هي نفس الشيء سوليد ستيت، زي السوليد ستيت ديسكس بالظبط. نحن ماشيين بهالاتجاه يبدو. سوليد ستيت عملنا انتروداكشن ليها من حوالي سنه، ابتدينا ندخلها في السيرفرز برودكت لاين بتاعنا، ودلوقتي ان احنا بنعمل ستورج نفسها كامله بالتكنولوجي دي. طبعا دي بريك ثرو، لان السرعه بتاعتها مقارنه بالهارد ديسكس العاديه سرعه كبيره جدا جدا، صارت موجوده وصارت موجوده دلوقتي موجودة. وبعدكم عم تشتغلوا على موضوع الجرين تكنولوجي بالسيرفرز وال هي بالظبط حضرتك، يعني الفلاش ديسكس نفسها ده جزء منها لانه بتقلل الطاقه المستخدمه. دهمنا الوقت، مواضيع جميله جدا معك، لكن ان شاء الله متلاقي فيك مره جديده. بدي اشكر وجودك معنا وليد حسني، مدير هندسه النظم بسان مايكرو سيستم بالشرق الاوسط شمال افريقيا. شكرا توفيق، اهلا وسهلا فيك. شكرا. الى هنا مشاهدي اي تك عبر قناه الخلا، ناتي الى ختام هذا اللقاء من هنا من استوديوهاتنا في دبي. نلتقي الاسبوع المقبل مع ضيوف ومواضيع جديده، كونوا معنا. الى ذلك الحين نتواصل دائما عبر بريدنا الالكتروني itech@alhurra.com. يمكن مشاهده هذه الحلقه وحلقات اخرى في اي وقت على موقع القناه www.alhurra.com، وايضا على موقع youtube.com/alhurra. للتواصل معنا ولاخر اخبار البرنامج اي تك شو كالعاده على فيسبوك وتويتر. شكرا لكم جميعا، والى اللقاء. Thank you.